بمناسبه مباراه الاهلي وشباب بوليسداد، معايا الان عبر زوم من المانيا حمزه اياتا وعمر نجم شباب بوليسداد الجزائري السابق، يحدثنا عن هذه المواجهه اللي هتجمع الاهلي وشباب بوليسداد ان شاء الله، او شباب بوليسداد والاهلي يكون شباب بوليسداد المستضيف يوم الجمعه القادمه في دوري الابطال. يا كابتن حمزه، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. السلام عليكم. هلا استاذ، اهلا بيك يا فندم، منور الدنيا. انا بسالك بالتاكيد عن المواجهه الكبيره اللي هتجمع الاهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، كيف ترى هذه المواجهه؟ بالطبع راح تكون مباراه كبيره بين فريقين عريقين، خاصه وان فريق الاهلي المصري اللي هو صاحب اكثر من 5 كؤوس افريقيه واللي عنده تجربه كبيره في رابطه الابطال، راح يكون لقاء كبير في الجزائر العاصمة مع شباب الوزداد اللي هو كمان ذا خبرة في رابطة الأبطال وكل سنة قاعد يقدم في مردود جيد. نظن بأنه راح تكون مباراة مثيرة بين الفريقين ونشوفوا مباراة ذو مستوى عالي. كيف ترى هذه المواجهة من ناحية شباب بوليسداد؟ هل شباب بوليسداد جاهز فنيا في الوقت الحالي؟ هل تشعر أن الفريق مكتمل؟ هل تشعر أن الفريق يستطيع أن يكون ند للنادي الأهلي في هذه المواجهة؟ الصراحة فريق شباب الوزداد زي ما قلت لك أنه بعد سنوات ويشارك في رابطة الأبطال، يعني ادى خبرة، وكمان في السنة دي جاب لعيبة عندهم خبرة اللي يقدرون يعطون الإضافة للفريق، وكمان مع عودة المدافع سفيان بوشار اللي كان يلعب في الكويت أعطتهم كمان ثقة كبيرة خاصة الدفاع بالوزدادي. نظن بلي عندهم كل الإمكانيات باش يقدروا يكونوا في المستوى. بعدين هي مباراة حق 90 دقيقة بين الأهلي والشباب، أنا كجزائري وكلاعب سابق للشباب نتمنى إن شاء الله أن يكونوا في المستوى ويفوزوا بالمباراة. لو تتابع النادي الأهلي، شايف إيه أكتر ما يميز النادي الأهلي في الوقت الحالي؟ الصراحة فريق الأهلي فريق عظيم وكبير في إفريقيا، ما يحتاج إني أتكلم عن الأهلي، وكل سنة وأنا شفته في الورد كاب حق الأندية اللي لعبوها في جدة، يعني قدموا صراحة مردود ذو مستوى عالي عالي جدا من كل النواحي، من ناحية تكتيكية، من ناحية الفردية، من ناحية التقنية، يعني الفريق كل سنة يزيد يتطور ويتطور. حمزة عيات وعمر نجم شباب بلوزداد الجزائري السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر زوم من المانيا. ان شاء الله التوفيق كله باذن الله للنادي الاهلي.